على كافة المستويات وبكل أشكال الدعم. هنلاقي حياة كريمة موجودة في كل مكان، وده في إطار عملها على دعم المواطن المصري الأولى بالرعاية. حياة كريمة أطلقت مبادرة اسمها سبيل، واللي من خلالها بتوزع وجبات سخنة لأهالينا بمحافظات مصر، وزاروا المرضى في عدد من مستشفيات شبين الكوم بالمنوفية عشان يفرحوهم ويدعموهم. معنا 500 وجبة بنوزعهم على المستفيدين مع المرضى بقى أو سواء المرافقين ليهم، يعني ربنا يمتع كل واحد بالصحة والعافية. بنقدم وجبات غذائية لأهالينا المرضى، ولأن اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة واهتمام سيادة الرئيس إن احنا نكون مع الناس وفي الشارع، ان احنا ديت كانت اهم اولوياتنا ان احنا نكون معاهم. الفرحة والدعم والاهتمام كانوا عنوان اليوم من بدايته، وده اللي كان واضح في عيون المرضى واهاليهم بعد مقابلتهم لفريق مبادرة سبيل، وكانوا مقدرين جدا كل اللي بتعمله حياة كريمة علشانهم. هم بيهتموا بالغلبة كلها، وبشكر حياة كريمة اللي هي جات بتهتم بالغلبة كلها. تقدم حاجات حلوة للناس. بشكر. قدموا لنا وجبات مجانية. بنشكر سيادة الرئيس وبنشكر حياة كريمة. المبادرة موجودة في كل محافظات الجمهورية لدعم الأهالي الأكثر احتياجاً في كل مكان، من خلال توفير وجبة غذائية متكاملة